كابتن، خلينا ابدا معاك الاول باخر حاجه حصلت منذ قليل، وهو انتهاء مباراه منتخب فرنسا مع منتخب المغرب وخساره منتخب المغرب من المنتخب الفرنسي. وشيء الحقيقه كان متوقع، ولكن قلبنا وامنياتنا كانت بتواجد المغرب في النهائي. اكيد طبعا احنا صدقنا الحلم، صدقنا ان المغرب يلعب المباراه النهائيه، وصدقنا ان ممكن ياخد البطوله. حتى كمان لما تشوف شعور جماهير المغرب، ما تحسش ان يعني مفروض اي دوله عربيه او افريقيه وصلت للمباراه قبل النهائي حتى لو خسروا، تحس ان هو تشوفهم تقوم مبسوط، لا الجماهير بتعيط. اوكي، يعني تحس ان هم صدقوا ان هم يبقوا في النهائي، صدقوا ان هم ياخدوا البطوله. فدي حاجه كان شعور حلو جدا، كان هيوصلوه مش للمغرب بس، لا لجميع البلاد العربيه والاسلاميه والافارقه. كان شعور حلو جدا، كنا نحس ممكن في المباراه النهائيه ان المغرب يلعب المباراه النهائيه. ولكن في اغلب المباراه يا كابتن، يعني انا كنت لسه بقول 60 او 65% من عمر المباراه المغرب كان افضل. بص، الهدف اللي في كيف الاول غير شكل المباراه تماما. اولا اول مباراه المغرب يخش فيها جون بدري، تغيير طريقه اللعب، اللعيبه مجهده، في حاجات اسباب كتيره جدا غيرت شكل المغرب النهارده. الجون طبعا الدوافع اختلفت لما المغرب دخل فيها هدف، اكيد طبعا بس كانوا افضل يا كابتن اكيد يعني في اكيد الملعب. انا ما حسيتش بفروقات كبيره. بص يا كابتن، هو المدرب الفرنسي لا ديشام فكر في حاجه مهمه جدا، ان هو يخلي فريق المغرب يهاجم عشان المساحات ورا تكبر تكبر، وفي سرعات قويه جدا في فرنسا. اوكي، امبابي سرعه غير طبيعيه، الهجمات المرتده كانت قويه جدا. لكن انا شايف المجمل ان المغرب قدم مباراه كويسه جدا، بالظبط. كان قريب ان هو يتعادل، كان قريب ان ممكن المباراه توصل لضربات الجزاء اللي هو كان المغرب يفكر فيها. لكن زي ما بنقول في الاخر، المغرب ادت مباراه جيده جدا على المجمل، ادى بطوله على اعلى مستوى، لسه معاهم في الحلم ان يوصلوا للمركز الثالث، مباراه في المتناول مع كرواتيا، وارد جدا يعملوا مباراه كويسه ويكسبوا. دي حاجه نتمناها ان شاء الله في المباراه الجايه. طيب، على الجانب الاخر، كيف ترى وليد الركراكي وقيادته للمنتخب المغربي؟ على الرغم من صغر سنه اصبح من المديرين الفنيين اللي ليهم اسم كبير في العالم بقى كمان، مش في المنطقه العربيه فقط. طبعا اكيد. بص، قرب السن كمان بينه وبين اللعيبه، وحاله الود بينه وبين اللعيبه، والروح الحلوه اللي بينه وبين اللعيبه، وحلم ان برضه يكون معاك مدرب وطني، دي حاجه بتوصل اللعيبه، بيبقى حلم مع اللعيبه ان هم يوصلوا لابعد، نتكلم على قبل البطوله، لابعد حته في كاس العالم. طبعا المغرب كان رايح البطوله اقصى حلمه ان هو يعدي الدور الاولاني. لازم نكون مقتنعين بحاجه زي دي. لا لا، كلنا طبعا. بالظبط، طبعا كلنا كنا بنتكلم بهذا الشكل. لكن اولا التوفيق، في حاجات طبعا انت عارف الكوره فيها توفيق كبير جدا. الكوره دلوقتي كانت مختلفه، يعني المستوى في العالم كله، الفرق كلها، انديه ومنتخبات، انا شايف ان الفروقات متقاربه شويه. خلاص ما بقاش المنتخب مثلا ما فيش اربعه خمس ست لعيبه على اعلى مستوى، لا ممكن تلاقي في كل منتخب لعيب او اثنين مميز، وتلاقي معظم اللعيبه في مستوى متقارب. فالمغرب قدر يوصل لحته كويسه جدا في كاس العالم. المدير الفني ليه دور كبير جدا، اشتغل بطريقه لعب تتناسب مع فكر لعيبه المغرب، الفكر الاحترافي في لعيبه المغرب. انت عارف لعيبه المغرب طول عمرهم بيلعبوا محترفين بره من زمان جدا، انت عارف ان دي مهمه جدا. لعيبه المغرب مصدقين ان هم ممكن يوصلوا، ممكن المدرب الركراكي نفسه مش مصدق ان هو يوصلوا كده، لكن لعيبه المغرب نفسهم كمحترفين لعبوا في انديه كبيره جدا، لا عندهم الدوافع والحلم ان هم ممكن يوصلوا كده، وفعلا وصلوا كده. اتمنى لهم التوفيق، وزي ما قلنا المباراه المركز الثالث والرابع ان شاء الله، المركز الثالث اتمنى ان يوصل فيه المنتخب المغربي.